يعني الموضوع الحقيقة فيه مرعب، سجال كتير وجدل دائر. يمكن جيفري هنسون جاد فاذر او عراب الذكاء الاصطناعي هو نفسه انقلب على الذكاء الاصطناعي وتحدث عن خطوره الذكاء الاصطناعي. على جانب اخر يا مصطفى، مايك زوكربيرج لما نزل صوره اولاده على السوشيال ميديا حط على وشوشهم صور عشان تخوف من استخدام صورتهم قدام. فعلى اي حال يا ريت يا جماعه ناخد بالنا جدا 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 من فكره تداول الصور والمعلومات، وبلاش الحاجات اللي احنا بنوافق عليها كده عمياني زي ما بنقول من غير ما بنقراها. ان زي ما سمعنا على فكره موافقتكم دي تبقى بمثابه امضى على القوانين اللي موجوده وهي اللي هتحصل. على اي حال خلينا نروح مع حضراتكم لموضوع اخر. وامبارح الهيئه العامه للاعتماد والرقابه الصحيه عقدت اجتماع تحضيري للاعداد لمؤتمر تطبيقات السياحه الصحيه المصريه اللي هيعقد في شرم الشيخ. هذا المؤتمر هدفه مناقشه خطه زياده الخطه المصريه من السياحه العلاجيه. الموضوع مهم جدا جدا جدا، وخصوصا ان احنا بنحاول ننوع سله منتجاتنا من السياحه زي ما بيقولوا. يعني عملنا العالمين وده منتج تاني. النهارده بقى بنتكلم على السياحه العلاجيه، ومصر بصراحه متميزه فيها. صحيح. بس الموضوع محتاج شويه تنظيم. خلينا نعرف التفاصيل من الدكتور احمد طه رئيس الهيئه العامه للاعتماد والرقابه الصحيه. بنصبح عليك يا فندم، اهلا بحضرتك. صباح الخير يا استاذ مصطفى، على حضرتك وعلى الاستاذه جمانه وعلى الساده المشاهدين. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا بحضرتك يا فندم. طيب في البدايه لو حضرتك تكلمنا عن اهميه مؤتمر تطبيقات السياحه الصحيه، اهميته، الهدف منه ايه، العوامل اللي احنا بنعتمد عليها. خليني اقول لحضرتك بس في البدايه ان هذا المؤتمر بيشرف برعايه مباشره من فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه، وبيرأسه الاستاذ دكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس، وكمان اشراف شرفي او رئاسه شرفيه لمعالي محافظ جنوب سيناء لواء خالد فوده. ملف السياحه العلاجيه او السياحه الصحيه بتعبير ادق الحقيقه بيمثل للعديد من دول العالم مصدر هام جدا للدخل القومي، وخصوصا من العمله الصعبه. يكفي ان اقول لحضراتكم ان اجمالي ما ينفق على السياحه الصحيه على مستوى العالم رقم بيقارب ال 400 مليار دولار سنويا. ده رقم كبير طبعا. بكل تاكيد مصر عندها من المقومات الطبيعيه والحضاريه والحقيقه واللي تملكه من مناطق جذب سياحي غير مكرره على مستوى العالم اللي يأهلها للمنافسه وبقوه في سوق السياحه العلاجيه. ويمكن حضراتكم بترصدوا ان الدوله المصريه يعني بتبذل العديد من الجهود لاطلاق عصر جديد للسياحه في مصر. امبارح كانت معالي نائب وزير السياحه بتتكلم ان احنا بننشد في خلال الفتره القليله القادمه ان احنا نوصل بعدد السياح الى 15 مليون سنويا، وده بيتوافق تماما مع يعني اهداف الجمهوريه الجديده ورؤيه مصر 2030. عايز اوضح ان عندنا نوعين من السياحه الصحيه. في نوع الحقيقه بتذكر الارض المصريه بالعديد من مناطق الاستشفاء وما يسمى بالسياحه الاستشفائيه، وده السياح بيجوا مصر علشان العلاج بالرمال الكبريتيه والمعادن. صحيح. صحيح. وكهوف الملح، وفي عندنا في العين السخنه كتير جدا من العيون الكبريتيه وبيتم الاستشفاء وفي مطروح وفي سيوه وفي كذا حته. صحيح. بالظبط، امراض النقرس والام العظام والروماتويد وغيره. لكن كمان بقى يعني المهم جدا اللي احنا عايزين ننشده خلال الفترة القادمة هو نوع آخر من السياحة الصحية، وهو السياحة العلاجية أو السياحة الطبية، وإن تكون مصر مقصد للمرضى من دول العالم لتلقي الرعاية الصحية في المستشفيات والمراكز الطبية المصرية. طب أنا عايز أقول، أنا عايز أقول لحضرتك حاجة. أنا يعني أنا راجل مصري وعايش في المجتمع المصري، وأعلم جيدا أن الكثير من الجنسيات العربية تأتي إلى مصر من أجل الاستشفاء أو العلاج في مصر، وحضرتك تعلم ده ذلك جيدا. إحنا هننظم ده إزاي؟ هنقدر نزود حصتنا من السياحة العلاجية؟ يعني إحنا هل يعني هل الخطة يعني في ضوء ما تم من المؤتمر هترتكز على إيه؟ عندنا إيه الجديد اللي هنقدمه؟
خلي بال حضرتك ان ما يعقد حاليا وباشراف مباشر من رؤساء المؤتمر معالي الدكتور محمد عواطج الدين والدكتور خالد فوده هو اجتماعات تنسيقيه للمؤتمر اللي هينعقد في نوفمبر اخر نوفمبر ان شاء الله. كويس. يعني المؤتمر لم ينعقد بعد. حلو. المؤتمر هيخرج اكيد بتوصيات لانه هيضم العديد من الخبرات على مستوى مصر والوطن العربي والعالم اللي بتتحدث بالظبط عن التحدي اللي حضرتك تحدثت عنه الآن. كيف ستستطيع مصر إنها يبقى لها حصة هامة جدا في السياحة العلاجية وإنها تجذب المريض الدولي، بنطلق عليه المريض الدولي اللي هو بيسيب بلده ويروح بلد تانية عشان يتلقى خدمة طبية، بالإضافة إلى بعض البرامج السياحية والترفيهية اللي بتصاحب ذلك. كيف ستستطيع مصر جذب هذا المريض؟ عوامل كتيرة جدا الحقيقة. لو حضرتك تكلمنا عن الدول العربية أو نوسع أكتر شوية بقى كمان المحيط الجغرافي لمصر وهو الدول الإفريقية، ده احنا عندنا مقومات هامة جدا جدا يا أستاذ مصطفى. عندنا أول حاجة إن مفيش حاجز لغة بين المريض وبين طبيبه. عندنا القرب الجغرافي. عندنا الحيز التنافسي الخاص بتكلفة الخدمة الطبية. يعني إذا كان المريض في الدول العربية بيسافر إلى دولة أوروبية عشان يتلقى الخدمة، فهو بالتأكيد بيدفع أضعاف مضاعفة ما هيدفعه في مصر، لأن تكلفة الخدمة في مصر أقل بكثير إذا ما قورنت بتكلفة الخدمة في دولة أوروبية. المريض الأوروبي نفسه مقصد لينا عشان ينتقل من دولته إلى مصر عشان يتلقى الخدمة، عشان الشمس والاستجمام والحاجات دي كلها. لا لا لا، كمان علشان ده موجود، لكن بالإضافة إلى ذلك علشان إحنا حاليا يا فندم بقى عندنا مستشفيات ومنشآت صحية سواء في القطاع الخاص أو حتى في القطاع الحكومي بعد تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بقى فيها معايير جودة. يعني إيه معايير جودة؟ يعني بتضمن خدمة طبية متوافقة تماما مع أحدث ما وصل إليه العلم والتكنولوجيا. وأنا بقول الكلام ده نظري، حضرتك يمكن أنك تشوف أحد المنشآت الصحية اللي تم تطبيق فيها نظام التأمين الصحي الشامل سواء في بورسعيد أو في الإسماعيلية أو في الأقصر أو غيرها، في عندنا 6 محافظات، وانت تشوف بنفسك كيف انتقلت هذه المحافظات. كل النقاط دي طبعا هامة جدا يا دكتور، واحنا بنتكلم عن السياحة الصحية تحديدا مش السياحة العلاجية بشكل كامل، بس السياحة الصحية لازم يتطلبها عوامل كتير جدا. هنتكلم على جانب واحد فيها بس نظرا لضيق الوقت، هو أولا يكون عندي كمان كوادر مؤهلة يا فندم، مش بس أطباء ودكاترة، لكن من اول موظفين الاستقبال، من اول حتى عامل الامن وموظف الامن اللي موجود على هذه المنشاه الصحيه لحد اكبر شخص واكبر مسؤول في المستشفى. لا، هو كمان من اول ما المريض ينتقل من بلده بفيزا سهل الوصول اليها، باستقبال في المطار، طبعًا بانتقال الى فندق في القاهره، بانتقال الى محل اقامته في المستشفى، بالعوامل الفندقيه الموجوده في المستشفى، بالكوادر الطبيه سواء تمريض او فنيين او اطباء او غيره، كل ده يا فندم مأخوذ في الحساب. وكل ده هيئه الاعتماد والرقابه الصحيه اللي اشتغلت عليه من فتره، اللي هي معايير الجوده في الخدمات الصحيه. بقينا كمان دلوقتي عاملين بروتوكول تعاون مع جمعيه دوليه مقرها المانيا مختصه بالسياحه العلاجيه اسمها تيموس. هذه الجمعيه بتحط معايير وبتيجي تشوف المنشات الصحيه بتاعتنا وبتقول ايوه انتوا كده مؤهلين لاستقبال المريض الدولي. فاحنا بلا شك احنا غير غافلين عن هذه الامور، شغالين عليها تماما، ونحن واثقين تماما ان بقول لحضرتك اهو مصر قادره ومؤهله انها تدخل سوق السياحه العلاجيه. احنا عندنا يا فندم بلاد في المنطقه زي الاردن وزي تركيا وزي الهند داخله وتمثل السياحه العلاجيه. صحيح. فيها دخل قومي قوي جدا. طبعا. فاذا طبعا كنا احنا مصر اللي فيها الطبيب المصري بينتقل الى اوروبا وبيشتغل وبيثبت كفاءه، والممرضه المصريه بتثبت كفاءه، كيف لا يكون
تكون لمصر القدرة على أنها تستقبل مرضى دوليين وتقدم لهم الخدمة. ده احنا بلا شك مقادرين وقادرين بقوة، ونستطيع أن نجذب بما نملكه من مكانة جغرافية وجو معتدل ومناطق جذب سياحي وبنية تحتية. دلوقتي حضرتك شايفة شبكة الطرق والمواصلات اللي الدولة بتشتغل عليها. صحيح، دائرة متصلة يا فندم كلها الحقيقة، زي ما حضرتك تحدثت أنه من أول فيزا اللي بياخدها السائح عشان يدخل، خاصة لو بتكلم عن سائح جاي بغرض العلاج، يعني أكيد ما بيبقاش عنده القدرة حتى على أنه يبقى في عنده خطوات كتير يعملها أو يمر بخطوات كتير. يعني طبعا أكيد كلام حضرتك مهم جدا، ونتمنى أنه بالفعل مصر تكون في مصاف الدول خاصة في السياحة العلاجية، لأن احنا عندنا الحقيقة يعني ما يؤهلنا لده، فاضل بس شوية حاجات بسيطة كده وهنقدر نكون فعلا في مصافة الدول. بشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور أحمد طاهر رئيس الهيئة العامة للاعتماد ورقابة الصحية. أتمنى أن أنا أشوف برامج سياحية زي ما بشوفها كده في دول أخرى تعالى تعالج في مصر، يبقى في صورة للمستشفى المصرية اللي خارجة من باعتماد دولي، وتعالى عندنا دكتور التجميل، عندنا دكتور مش عارف الإيه، عندنا استشفاء في سيناء، عندنا حاجات في سيوة في مطروح. الكلام ده كله لو اتسوق زي ما بنسوق المنتجعات السياحيه. المصريين كمان يا مصطفى، الدكاتره المصريين اللي موجودين اشطر دكاتره في العالم هم الدكاتره المصريين. وانت لمستي حته مهمه جدا، الكوادر المصري لازم نشتغل عليهم، نكبرهم، نديهم حقوقهم كويس، نشتغل على ملف التمريض ده مهم جدا طبعا. نشتغل على ملف الاستقبال، احنا بنعمل منشآت ولكن ناقصنا بس ايه، قصه اعداد الكوادر بشكل جيد علشان الكلام ده يبقى الصوره كامله.